صلى الله عليه وسلم: فراش لك وفراش لأهلك وثالث للشيطان. فدل ذلك على أن حياتهم هذا منفصل عن هذا. وهذا اليوم الناس يرونه من الجفا، وأنا أقول في الحقيقة هو بالعكس جالب للمودة، فإن إكثار الملاصقة ربما ملأ الإنسان من الذي بجواره، فإذا ابتعد عنه قليلا كان له قيمة وله قدر. وهذا إنما جاءنا من الغرب من الأفرنج. فلذلك يعني ينبغي أن يعلم أن اشتراط غرفة النوم سرير النوم فيه ما فيه.